التحليل المرتناجين الجماعي إخلاص التنمية وتجاه السنة في ميناء ليس الناظر. اليوم درنا هذه الوقفة، درنا هذه الكمامات احتجاجا على الأوضاع المزرية والكارثية التي نشتغل بها، احتجاجا على الروائح الكريهة التي تنبعث من الأرضية التي يباع عليها السمك، شوف احتجاجا على تعريض حياة وصحة المواطن والمستهلك المغربي لخطر التسمم، ثم احتجاجا على الانزلاقات وسقوط تجار السمك داخل سوق السمك. السوق فين كيتباع السمك راه قاع عليه التزحلق، ماشي سوق سمك. واتحدى السيد المندوب الجهوي للمكتب الوطني للصيد جميع التجار سقطوا في ذلك المكان وهو راه كيتفرج فيهم، واليوم كنعتبروه يوم غضب على المسؤولين لعدم قيامهم بالعمل المنوط بهم. والسؤال مطروح حاليا، بل سؤال الساعة، هل الإدارة العمومية تغيرت بعد الخطاب الملكي الأخير أم لا؟ لا نرى أي تغيير في الأفق، فالمسؤولين والموظفين اللي خطب بهم جلالة الملك في خطابه الأخير أراهم عندنا هنا في ميناء بني سان ناظور، حيث نرى المسؤول كيتمشى في سيارة فارهة وكيضرب علينا أغلى العطور من إنتاج الشركات العالمية والباريسية، وعنده راتب شهري محترم ومغري، وعنده تقاعد مريح غادي يستفد منه هو من بعد يبقى العائلة ديالو، كل هذا من المال العام ومن أموال دافع الضرائب، أي المواطن اللي كيخلص. وحنا دابا الدولة وفرت لهم هذه الامتيازات باش ينوضوا يقضوا الغرض المواطن، يقضوا المصالح ديالو ويقدموا له خدمات تليق به كمواطن يساهم في الاقتصاد الوطني. والخدمة الوحيدة التي يقدموها لنا هؤلاء المسؤولين في الحقيقة أتقنوها وتفننوا فيها، ألا وهي إذلالنا واحتقارنا وإهانتنا. فالعمل في مثل هذه الظروف، صوروا وانشروا ولا تشاركوا في هذه المهزلة، فالعمل في هذه الظروف إهانة للتاجر ثم إهانة للمستهلك. الأرض معفنة، أنا المستهلك ما كان ني تربيات ني حتى شي حاجة. وحنا غادي نديروا خطوات احتجاجية تصعيدية مستقبلا، بما فيها ممكن رفع دعوى على السيد المندوب الجهوي للمكتب الوطني للصيد، وذلك لتسببه في مرض مجموعة من تجار السمك بمرض الحساسية، نعرضهم على الأخصائي يعطي الرابور ديالو ونمشيو عند المحاكم المختصة. وكلمة أخيرة للسادة المسؤولين، بأن كلمة أخيرة للسادة المسؤولين نقول لهم بأن العالم يتغير والمغرب جزء من هذا العالم، ومغرب 2016-2017 ماشي هو تقدم في ظل المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد هنا في ميناء بني سان ناظور. والسلام عليكم. السلام عليكم. سعيد عزور رئيس جمعية الزيتونتي، المهم تاجر في ميناء بني أنصار، مشيت وانا مشيت النهار ديال المظاهرة وفرات ضباريوب، يعني تعجزني تدي الميناء كلشي راس سودانيت، مشيت وانا ماقة وكلشي ضباريوب كلشي دفجاع كلشي مرواد نكيربون ثانيتا ونخدم، يعني الميناء مهم مش قاعدين الميناء هذه تجان ديال المغرب، ونتمنى هي تجان كل فين خمانايا ادار نسوق نبغاهم شانا دا غادي شوية مشانا دا كيماني غنخدم نيشان. والسلام عليكم.